سؤال مهم جدا، هو الدوري العام المصري دوري ضعيف ولا مش ضعيف؟ هنسأل واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري العام المصري، واحد من المديرين الفنيين الحقيقة اللي دايما بيسيب بصمة في أي فرقة بيبقى متواجد معاها، متمرس، صاحب خبرة كبيرة جدا في الدوري العام المصري، كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود. يا كابتن طارق ازي حضرتك؟ كابتن اسلام ازيك، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ الله الحمد لله، ازي صحتك كده؟ وحشنا جدا يا كابتن والله. انت اكتر يا اسلام والله. ربنا يخليك. كابتن طارق، يعني مقولة بتتقال خلال هذه الفترة ان الدوري المصري ضعيف، ايه رأي حضرتك في هذه المقولة؟ بالعكس، الدوري المصري السنة دي قوي جدا، اعتقد ان الفرقة كلها يعني دعمت نفسها بشكل كويس واستعدادا للدوري بشكل كبير جدا. واعتقد ان الامور بتزداد سخونة مع الاستمرار في المباريات. في شك طبعا، يعني الامور ابتدت تتضح مبدئيا في القمة. ان الاهلي ماشي السنة دي بداية جيدة جدا، يمكن من فترة طويلة يعني من 5 6 سنين الاهلي ما بداش البداية الجيدة دي. ايوه، وبقيت الفرق كلها بتتبارى في تحسين المركز بشكل كبير جدا جدا، وان كان طبعا ده بحكم يعني بدري نظرا لان لسه 10 جولات من البطولة. ايوه، فانا اتوقع ان الامور هتزداد سخونة مع الاستمرار طبعا، لان كل ما بتستمر كل ما الريتم بتاع اللاعبين بيرتفع، المستوى بيرتفع. طبعا النتائج كل اللي بيدور على النتيجه اللي هو بيدور عليها، وكله بيحسن من مركزه بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الامور هتزداد سخونه في الفتره القادمه نظرا لتلاحق المباريات، خاصه بعد بطوله الامم الافريقيه وثم بطوله 23 سنه دي. الاتحاد ضاغط المباريات بشكل كبير جدا، يعني كل 3 ايام كل 4 ايام، فده ما فيش شك طبعا، يعني اولا بيبقى بيدي استمراريه للمسابقه، وكمان يعني بيدي سخونه للمسابقه بشكل كبير جدا جدا، لان زي ما انت شايف كده الدوري متقلب، خاصه في الجدول اللي تحت في المراكز بشكل كبير جدا. كابتن طارق، حضرتك قلت جملة إن النادي الأهلي بدأ كويس، بدأت تتضح المعالم، هل نقدر نحكم إن النادي الأهلي دلوقتي خد الدوري من دلوقتي ولسه قدامنا مثلا على الأقل 20 جولة؟ أنا لو قلت كده يبقى، أو لو الإحساس ده وصل للنادي الأهلي أعتقد يعني إحساس سيء جدا، لأن المشوار لسه بدري، لكن أنا شايف إن البداية للنادي الأهلي بداية مطمئنة، يعني غير المطمئنة لجماهيره بخلاف الفترات السابقة، يعني لو بالمقارنة بالسنتين 3 اللي فاتوا أعتقد ديت يعني من أفضل البدايات على صعيد الأداء وعلى صعيد كمان النتيجة. مظبوط. فأنا شايف إن هو ماشي يعني باستمرارية في النتائج، واستمرارية طبعا في الأداء اللاعبين. أنا الولاد صراحة أنا بشوف النادي الأهلي السنة دي بيأدي أداء جيد وما فيهوش كمان إرهاق للاعبين، الجهاز الفني بقيادة فايلر بيستطيع إن هو يطلع أقصى طاقة اللاعبين بدون إرهاق اللاعبين، رغم إن النادي الأهلي من الفرق اللي بتمر طبعا بضغط كبيرة جدا سواء على الصعيد الإفريقي أو على الصعيد المحلي. عشان يقدر يوافق بين الاثنين دول محتاج طبعا في الشك جيش جرار من اللاعبين الجاهزين، وده اعتقد ان ده متوفر حاليا في النادي الاهلي بشكل جيد. طيب كابتن طارق، امبارح شفت مباراه الاهلي وفريق بلاتينيوم زيمبابوي. طبعا النادي الاهلي امبارح باقل مجهود الحقيقه فاز بهدفين مقابل لا شيء، ولكن 6 نقاط لكل فريق سواء الاهلي او النجم الساحلي او الهلال السوداني، وبعد كده بلاتينيوم في المركز الاخير وعنده 0 من النقاط. تفتكر الـ3 مباريات القادمه محتاجه ايه من لعيبه الاهلي ومن جمهور الاهلي؟ من الجمهور طبعا في الشك، يعني الجمهور بيكون حاضر في كل المحافل اللي زي دي بالذات اللي بتحتاج مسانده من جماهير النادي الاهلي، يعني انا ما شفتش مباراه للنادي الاهلي وجمهوره محتاجه فيه وهو ما كانوش حاضرين. ايوه، العكس، دايما داعمين للنادي الاهلي حتى في
يعني المواقف الصعبه. مظبوط. فما فيش شك طبعا المجموعه يعني ازدادت التهابا، خاصه بعد فوز الهلال على النجم الساحلي في ملعبه، فطبعا ده مفاجاه بالنسبه للمجموعه. مظبوط. كل الحظوظ متساويه، عشان كده الفتره الجديه فتره، الفتره القادمه فتره جديه على صعيد النتائج بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت الان في دوري محتاج تجمع اكبر عدد من النقاط عشان تصعد للدور اللي بعد كده. فالفرق كلها اعتقد عندها الحظوظ، عشان كده اي تهاون اي اخفاق بالشكل هياثر. الكلام ده انا اعتقد واصل الجهاز الفني بشكل كويس ودارسه، واللاعبين، والمباراه القادمه مباراه فاصله. أيوه. وهي اللي هتحدد مين هيصعد للمجموعتين. والاهلي دايما جماهير وادارته ولاعبيه بيلعب على تارجت واضح، وهو المنافسه على البطوله الافريقيه. كابتن طارق، اخبار حرس الحدود ايه، وموقف حرس الحدود خلال الفتره القادمه ايه؟ والله يا اسلام حرس الحدود وحشنا تواجدك معنا. ربنا يخليك يا كابتن، انا اللي كان ليا شرف والله 3 سنين من احلى سنين عمري الحقيقه يا كابتن طارق. والله الحمد لله. عموما يعني الحمد لله احنا ماشيين يعني باستقرار جيد، نتائج يعني مره جيده ومره مش جيده، خاصه في الفتره اللي فاتت دي. لكن اخر مباراه احنا عملناها مباراه جيده امام ام بي في ملعبه، كنا قريبين جدا للفوز، ولكن التعادل برضه مع ام بي في ملعبه نتيجه جيده جدا، خاصه ان احنا خرجنا من سلسله 3 مباريات هزيمه. فالاتحاد ثم الاهلي ثم المقاولين، رغم ان الولاد انا شايفهم صراحه بيطلعوا اقصى طاقتهم وبيحاولوا بشكل كبير جدا خلق الفرص، في ساعات بيفضفض سوء توفيق، لكن ده ما بينكرش الجهد اللي بيبذله الولاد. يعني كل التوفيق يا كابتن طارق خلال الفتره القادمه، وبشكر حضرتك جدا على هذا التحليل الفني لكلمه ان الدوري العام دوري ضعيف. وطبعا انا شخصيا بشكل شخصي اتمنى كل التوفيق لفريق حرس الحدود خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا لكابتن طارق العشري.